اللقاء مازال توصل الكجمال بكم مستمعينا دائما على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم من خلال برنامج اللامولاتي. وصلنا لفقرة نصائح الخاصة بالأطفال ودائما رفقة غيتا العالمي معالجة نفسية للطفل والمراهق. صباح الخير غيتا، أهلا بك. صباح الخير سناء. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على الصعوبة في التركيز عند الأطفال، واللي غالبية الوالدين وحتى المعلمين في المدرسة أول حاجة تركزوا عليها عند أطفالهم يعني الصعوبة في التركيز في الدراسة. فكيفاش نميزوا ما بين الصعوبة في التركيز لسبب ما، يعني إما الطفل شارد شوية أو لا مركز على حاجة أخرى في القسم شدت الانتباه ديالو شوية وغادي يرجع عادي، وبين اضطراب قلة التركيز؟ ألوغ كاين فرق كبير، حيت صعوبة في التركيز يعني بحال قلتي شارد شوية كيسعى شوية وكيرجع، هي شي حاجة اللي عادية عند الطفل المراهق وتحنا أن احنا اللي كبار. داكوغ، أي إنسان كيتسمى لو ديكروشاج اتونسيونيل كيسهى شوية وكيعاود يرجع عادي. الطفل اللي تيكون عنده اضطراب يعني ما تيكونش غير انه كي مثلا غيسهى شويه، ولكن كيكون كيسهى بزاف بحيث ان يعني النتائج ديالو الدراسيه كيبينوا ان عنده مشكل. الطفل اللي كيكون غير كيسهى شويه وكيرجع كيكونوا يعني النتائج ديالو عاديه، ولكن الطفل اللي كيكونوا عنده مشاكل ديال التركيز ديال بصح راه كيبان فاش فداك يعني الغولفي نوت اللي كيجي في الاخر ديال الدوره، اولا من النقط، ولكن خصوصا ماشي لا نوت، خصوصا داك يعني الملاحظات اللي كيكتبوا الاساتذه يعني اللي لاحظتي كيكتبوا مثلا لا يركز بزاف ديال الملاحظات اللي كيثيروا الانتباه، ما كيكتبوش مثلا ما بغاش ولا يرفض ولا لا، تيقول لك ما تركش. دونك هذه الوغ مشاكل ديال التركيز خاصنا يعني نعطيوها الاهميه ديالها. علاش؟ لان بزاف ونقدر نعطيك يعني احصائيات ديال الاطفال كيعانيوا وكيمرضوا وكيمرضوا والديهم والوسط ديالهم على وداش، على ود كيجيبوا نتائج مدرسيه اللي كتكون ضئيله جدا، يعني واحد النقاط اللي هابطه بزاف، وكاين الدراري اللي كيسقطوا وكاين الدراري اللي بقاو اللي عنده مشاكل في المدرسه حتى كيوصل ان في المراهقه كيبدا يكمي يبدا يشرب يبدا يمشي يعني لا دروغ. علاش؟ غير حيت كاين مشاكل. الو هاد المشاكل ديال التركيز الا خديناها او يعني تارت الانتباه ديالنا والدري باقي صغير يعني في ابتدائي كتكون سهوله باش نساعدوه. علاش؟ لان كيكون واحد التشخيص مبكر. الو باش نعطيك واحد الصوره، مشاكل ديال التركيز هي مثلا بحال جيت عندك وقلت لك فيه سخانه، هي السخانه راه ماشي مرض، ولكن السخانه كتبين ما جات وطلعت يعني الحراره في الجسم ديالي كتشير انني راه عندي شي حاجه. الو مشاكل ديال التركيز نفس الشكل، يعني كتبين لينا كاين شي حاجه. انا غادي نعطيك واحد الصوره ديال شنو هما الحوايج اللي كيقدروا يعطيونا هاد المشاكل ديال التركيز. الو اول حاجه هي الوليدات اللي كيكون عندهم فرط الحركه ومشاكل ديال التركيز، لو تي دي اش اللي تكلمنا عليه، يقدروا يعني المستمعين يمشيو يشوفوا يتصنتوا لهاد الحلقه هذه. علاش؟ لان الطفل اللي كيكون حركي بزاف كيكون عنده مشاكل ديال التركيز، هذا سبب. السبب الثاني هو المشاكل ديال ما يسمى عسر الكتابه والقراءه، اي دي لا ديسليكسي. دونك يعني داك الاطفال اللي فاش كيبداو يكبروا كيكونوا مثلا عندهم مشاكل باش يقراو، كيقراو لك الحروف مقلوبين او اللي كيقراو مزيان وما كيكتبوش مزيان، كيكون واحد التشخيص اللي كديروا لورتوفوليس اللي كيبين ان راه كاين لا ديسليكسي. فاش كتكون هاد لا ديسليكسي كيكون معها مشاكل ديال التركيز. كاين ايضا ما يسمى بلا ديسبراكسي او لا اضطراب يعني اللي عنده حركي، يعني الطفل كيكون وغالب هنا الاحيان الطفل كيكون ذكي بزاف، ولكن كيكون يعني عنده صعوبه كتكون يدو ثقيله، دونك ما تيكتبش مزيان، ما كيقدرش ان مثلا يواكب في السرعه الوليدات الاخرين، وكيعطيونا هذاك المشاكل التركيز. علاش؟ لان الجهد ديالو كله اللي غيعطيه باش يركز مع الاستاذ هو كيعطيه في التركيز باش يكتب، اذا ما يمكنلوش يعني يكون عنده واحد التركيز يعني في نفس الوقت مع جوج ديال الحاجات، دونك يكون مشاكل التركيز. حاجه اخرى هي لي زونفون سور دوي، يعني الاطفال اللي عندهم واحد الذكاء اللي كيفوق السن ديالهم. دونك مثلا الطفل عنده مثلا 10 سنين ولكن فاش كتهضر معاه وفاش كدير ليه التسويه كتلقى عنده مثلا 12 ولا 13 عام، يعني بحال نقولوا حنا كبر قبل نقصوا بريكوس. دونك هاد الوليدات هادو داك الذكاء ديالهم كيكون يعني بقوت اللي عالي كيعطيهم واحد التركيز مشتت، لان هذاك الاطفال مثلا فاش كيسمع مثلا تفاحه ما كيفكرش بحالنا حنا عاديين في تفاحه، كيفكر في تفاحه حلوه، تفاحه في الشجره، تفاحه الملبسري، يعني كل كلمه كيسمعها كتمشي به لواحد المئات ديال الحوايج حدا اخرين. دونك فاش كيكون الاستاذ كيشرح في القسم هو كيلقى صعوبه، لان يعني لو سيرفو ديالو كيمشي بزربه بزاف. دونك كاين هاد المشاكل هادي. كاين ايضا الاطفال اللي كيكون عندهم يعني اكتئاب او انهيار عصبي او يعني تخوفات كبار، حتى هما كيكونوا عندهم مشاكل كبيره في التركيز. وسبيسو
ديالو كتبكي بزاف وسد عليها، اولا كيلقى با عنده مشاكل ما لاقيش بسكي الخدمه ومعصب وكيبكي ولا سد عليه ولا غير كيضرب ويهرس. هذاك الطفل ربما في الدار ما غيبين والو، غيبقى تيضحك يبان لك كيجري ما يبين لك حتى شي حاجه، ولكن فاش غيمشي للقسم القسم يعني بزز منه غيجلس وغادي يجلس وعنده 6 ولا 7 ولا 8 ساعات في النهار، يعني هذاك الطفل هذوك الاوقات ديالو اكثر من نص ديال هذاك الوقت غيبقى كيفكر في هذوك المشاكل. دونك يعني هادو هما تقريبا نقول الاسباب اللي كيعطيو المشاكل ديال التركيز. باش الوالدين قدر الامكان يوفروا واحد الفضاء يعني مستقر بالنسبه لوليداتهم تفاديا يعني لهاد الامور واللي اهمها يعني هاد الصعوبه في التركيز او قله التركيز. يحاولوا يتفاداو ولكن يردوا بالهم واحد النقطه، لان دابا ولاو عندنا بعض الاباء اللي كيديروا داك الدور ديال المعالج النفسي في الدار، يعني اي حاجه وقعت يقول لك لا دابا الدري ما كيركزش حيت مو لا هادشي ما كناش نديروه. يعني الا كان مشاكل ديال التركيز اللي كياثروا على الطفل بحيث ان مثلا ما كيسقط الولد ولا النتائج ديالهم في ولا الاساتذه كاملين كيتشكاو منه، اول نصيحه خاص التشخيص. الا ما كاينش التشخيص راه حنا كنضيعوا الوقت ديالنا. علاش؟ ربما انا كيبان لي نقدر نعطيك مثال ديال واحد مثلا واحد الطفل كان عندي الوالدين ديالو طلقوا كانوا مشاكل بزاف وما كيركش وما كيقراش مزيان، وبالنسبه للاباء ديالو جاو عندي قال لك اودي راه الولد عندنا ما تيقراش. علاش؟ لان حنا طلقنا والولد ضاع وتشتت وهذه وهذا. انا يعني ملي درت لي تيست للطفل لقيت ان المشاكل ديالو كانت جايه من عنده مشكله ديال التركيز جايه من لا ديسليكسي من كتاب القراءه واللي ما كانتش باينه عنده وما عندها حتى شي علاقه مع نفس الوالدين مطلقين. يعني ومشى عند واحد الاورثوفونيس ودار الترويج والحمد لله بدا يقرا مزيان. اذا ردوا بالنا يعني اللي ما كانش التشخيص من عند يعني اختصاصي، يعني اختصاصي فعلا ماشي الوالدين او فوالا خاص يكون يعني ملي تنقول اختصاصي هنا الله يخليك غادي نبغيو ناكد شكون هما الناس اللي غنقول لك ابيليتي ولا القدره ان هذا هما دونك طبيب معالج نفسي بيدو بسيكياتر. كاين البسيكولوج يعني المعالج النفسي ولكن اللي يكون مختص في الاطفال داكوغ ماشي لو كوتش. لوغتوفونيست المتخصص في النطق وفي اللغه داكوغ، لان بالنسبه لذوك المشاكل ديال الكسبه وديال القرايه وداك الشيء دونك الطفل ما كيقدرش يقرا مزيان راه لوغتوفونيست او اللي معطل في الهضره او مثلا كيهضر وهضرته ناقصه او كينسى بعض الكلمات، دونك هذاك الخدمه لوغتوفونيست. واخيرا البسيكوموتريسي اللي كيدير الترويض النفسي الحركي، هذا بالنسبه للطفل اللي كيكون عنده مشاكل مثلا الكتبه ما تيكتبش مزيان ولا ما كيرسمش كتب سعوجه او ذوك الطفل. وهنا واحد النقطه نسيتها غنتكلموا عليها، هما الاطفال اللي كيكونوا كيكتبوا باليسريه وتزادوا يعني يسون غوشي وكان كنبزوا عليهم ان يوليو يمنيين. علاش؟ يقول لك لا حيت حرام خاصك تاكل باليمين خاصك، ولكن هما راه خلقهم الله بحال هكاك. يعني شنو كندير انا ملي كنبزز على الطفل انه يبدا يخدم بلا ضغوط ديالو، هنا ذاك التركيز ديالو كيمشي. وعرفتي سناء واحد العدد ديال الاطفال اللي ضايعين بهذا السبب راه ما تصورش، يعني راه خاص دار واحد الحلقات على غير على هذه المشكله هذه، لانني هاد الاطفال هادو المشكله حتى الترويض ديالهم بعد كيطلب وقت كبير لاننا كنخربقوا لهم المخ ديالو، ما كيبقى الولد ما هو ضغواتي ما هو غوشي. دونك نحاولوا نردوا البال من عفاك هذه النقطه هذه فعلا، وربما في حلقه جايه ان شاء الله يعني مره اخرى نتكلموا على هذا الامر. بكريستال صوفت الجديد حتى ل 35% أكثر من النعومة في الكتابة. غادي نمشيو للإجابة على التساؤلات اللي معنا اليوم. أنا معلمة، هذا تساؤل ديال واحد المعلمة. أنا معلمة في مدرسة خاصة كنقري أطفال في السي بي يعني في التحضيري. بعض الوليدات ما كيركزوش يعني في القسم، كيتحركوا بزاف وأي صوت أو أي حاجة قدامهم كيركزوا عليها وكينساو الدرس. فشنو النصائح اللي تساعدنا مع هاد الوليدات في القسم؟ ألوغ ديجا كاين غنقولوا شي حوايج نردوا بالنا معاهم بالنسبة للأطفال اللي في السي بي يعني القسم الأول ديال الابتدائي. علاش؟ لأن أولا هما باقيين صغار، يعني الطفل حتى 10 سنين راه ما يمكنش ليا نطلب منه انه يبقى جالس وما يتحركش كاع بعدا غير هاد النقطه هادي. بون باش نساعدوا هاد الوليدات خاص ما نبداش السنه الدراسيه ديالي الا ما درتش واحد النقطه انتظام مع الاطفال. يعني انا كنطلب ديما من الاساتذه يدوزوا 3-4 الحصص مع الاطفال قبل ما يبداو الدروس، يعني في الاول ديال السنه الدراسيه واللي يديروا مع الاطفال لي غير قوانين القسم. ولكن هادو قوانين القسم بزاف الاساتذه اش كيديروا؟ كيكتبوهم من راسهم كيشدوهم كيعلقوهم ولا كيقول للطفل انا درت لك في الكتاب المدرسي ولا في كيديزو هاك سني
والطفل كتلقاه الا سولتي كتلقاه ما عارف تصطرم هذاك الشيء. دونك انا شنو تنقول خصنا نبنيو مع هذوك الاطفال دوك قوانين القسم. يعني دابا الحمد لله ولاو ديزورديناتور يعني في جميع المدارس ولا هذا كنكتبوا هذوك القوانين مع الطفل. كنخلي كل طفل في القسم هو كيختار واحد الصوره في الانترنت اللي غادي نجبدوها ونعلقوها في القسم. غنعطيك مثال، الا مثلا في قانون القسم ما عنديش الحق مثلا نغوت مثلا، غادي نمشي نقلب في الانترنت على واحد الصوره ديال واحد الطفل كيغوت وغنوريها لوليدات ونختاروا ثلاثه ولا اربعه صور ونخليو الاطفال هما اللي يختاروا هذيك الصوره، من بعد يكتبوا عليها شي حاجه ويعلقوها. يعني هذاك قانون القسم اول حاجه خاصه يتبنى في القسم، خصو يفوتو كونستخويغ بحال شي دار كتبنى. الحاجه الثانيه هو خصنا نقصوا من المحفزات توسكي ستيمول، سيتادير دابا لي كلاس ولاو فيهم بزاف ديال قوت الرسومات قوت الالوان قوت لا خاص اي ويكون حيط واحد ماشي مشكل واخا، ولكن البلاصه بعدا اللي فيها الطابلو خاصها تكون خاويه، والحيط اللي على اليمين وعلى اليسار ديال الطفل خاصو يكون مهم بيض ولا في اي لون ولكن ما يكون في معلق حتى شي حاجه. ونحاولوا الا كان القسم كبير ان نبعدوا الطفل على الشرجم، لان ملي كتحطوا واحد الشرجم راه كيقدر يبقى ساهي مع الشجر مع السماء مع اي حاجه. وايضا نحاولوا ما نلصقوش بزاف مع الباب، يعني ولا ناخذ هذوك الوليدات اللي كيكونوا كيقراو مزيان وما عندهمش يعني دي بروبليم، هذوك هما اللي غنجلسهم حدا الباب ديال القسم وعاوتاني غنجلسهم من الجهه الاخرى من جهه الشرجم. والدراري اللي عندهم مشاكل كيتحركوا بزاف اولا ما كيركزوش حيت كيبانوا الشهر الاول الاساتذه تبارك الله عندهم تجربه كيبانوا لهم، غنشدهم هما غنجلسهم في الصف الاول. واخا تساؤل ديال الام ريان، ولدي عنده 10 سنين هو تبارك الله ذكي كيفهم ولكن مشطون مشطون بزاف باللعب ما كيركزش، يعني تنحفظ معاه اولا كنبغي نراجع معاه يعني في القرايه ديالو كيبدا يسبق في الجواب وكيكون خطا وهو عارف الجواب الصحيح عاد كيجاوب صحيح. هنا غادي يقدروا يكونوا جوج حالات. الحاله الاولى يقدر يكون الطفل حركي، حيت هذا يعني هادو هما لي سيمبتوم ديال الطفل الحركي، يعني كيتحرك بزاف ما كيركش وكيجاوبك قبل ما تسالي السؤال ديالك. اذن اول حاجه نصح هاد الام بعدا دي ولدها تشوف بعدا واش ما كاينش هاد يعني هاد المشكله ديال الحركيه المفرطه. ولكن كاين حاجه واحده اخرى اللي هو غنسموهم حنا لي ليميت الحدود. دونك كاين بعض الاطفال اللي في التربيه ديالنا معاهم فاش كيكونوا باقيين صغار يعني قل من 30 و 4 سنين ما كنعطيوش لهم حدود، ما كيعرفش دابا وقت الجلاس دابا وقت الناس دابا وقت الخدمه دابا هادي هادي لا ايتترا. دونك هذاك الطفل الوقت اللي كيبدا الدراسه، حيت الدراسه يعني بالنسبه للطفل شي حاجه اللي ما بالنسبه ليه ماشي شي حاجه مهمه، ماشي بحال حنا كبار يعني كنعرفوا، كنهضروا على الطفل الصغير. دونك فاش كيبدا هو داك لا فريستراسيون يعني كنضغط عليه، يعني كيدير شي حاجه اللي هو ما فيه ما يدير هو ما فيه اللي يقرا. دونك الا كان الطفل مولف كيدير اللي بغا ياكل وقت ما بغا ينعس وقت ما بغا الفشوش الحاجه اللي بغاها كيشريوها ليه والديه، الا ما داروهاش والديه كيديرها جدو ولا جداته. يعني هذاك الطفل اللي كيكون كنسميوه حنا لونفون هو تيكون شويه مفشش، هذاك الطفل هذا الوقت اللي كنوصل معاه ايفيكتيفمون لان خاصو يجلس باش يقرا راه غادي يكون حركي بزاف، لان علاش ماشي كيتحرك باش يتحرك، كيتحرك لانه بغى يقرا. وكاين هذا الطفل هذا هنا يعني خص الام تسال راسها واش كيبقى يتحرك بزاف غير في وقت القرايه ولي دوفوار، ولا واش حركي ملي كيفيق الصباح حتى كينعس في الليل، حيت هذا هو اللي غادي يخلينا نديروا الفرق ونجاوب على هذا السؤال هذا. واخا شكرا لك بزاف غيث العالمي معالجه نفسيه للطفل والمراهق على كل هذه المعلومات، واكيد مازالين كنستافدوا من خلال فقره النصائح الخاصه بالاطفال.